قبل ما ندخل في ضربة البداية، عايز أطمنكم على استئناف فريق الأهلي لتدريباته النهاردة بعد الأجازة لمدة 6 أيام. الفريق استأنف النهاردة برنامج إعداد خاص جدا لمباراة الترجي، السفر يوم الثلاثاء إن شاء الله إلى تونس، المباراة يوم 19. لكن كانت الحاجات اللي بتبعث على التفاؤل في مران اليوم، اللعيبة راجعة بحالة جيدة، اتعملت مسحة للتأكد من سلامة اللاعبين الأجازة اللي أخدوها، وكل واحد اتحرك براحته. لكن الحمد لله المسحة الأولى أو المسحة اللي أجريت أثبتت أو جاءت سلبية كلها لكل اللعيبة حتى الآن الحمد لله. كمان الحاجة اللي ريحت الجهاز الفني إنه أفشى وبحمد الله بيتطور وبيتشافى بسرعة بمعدل أعلى من الدكتور أحمد أبو عبلة كان متوقعه. تعرفين أفشى كان عنده جزع في الأنكل وكان عنده صعوبة شوية حتى لافف الأربطة كتير وخضع لعلاج مكثف، أهو بدأ يتمرن النهاردة ويجري، ما يعني إن شاء الله باشمهندس فرص لحقه بالمباراة كبيرة بإذن الله. لأنك أنت لمست نقطة، قلت الأجازة الطويلة والتي كان يتمتع بها معظم اللاعبة إلا المصابين وأولهم أفشى. وكان دائما الأخبار والصور بتبين حجم الإصرار عند أفشى إنه يرجع بسرعة. فهذا النوع من اللعيبة الملتزم قوي اللي هو يعني بيبقى زمام الأمور في إيده. كان كده الكابتن عصام الحضري. كان يصاب تلاقيه بعد نص ساعة بيبتدي يمارس التأهيل. النوع ده بيبقى عنده إصرار على العودة بإذن الله. يعني يلحق بالمباراة دون أن نخاطر به بإذن الله. أفشى بيقترب بشدة إن شاء الله خلال يومين ثلاثة يدخل للتدريبات بشكل أساسي في الكرة. لكن محمد هاني يمكن فرصه شوية صعبة، وإن كان الجهاز الطبي طبعا بيكثف جلساته معاه، تعرفين إنه عنده شد في الخلفية أو في الأمامية بيخضع لعلاج مكثف. الجهاز الفني مش معول كتير على فرص لحق هاني بالمباراة، وطبعا عنده ترتيبات كتيرة للبديل اللي يلعب في الناحية اليمين. عشان ما حدش يتصور في تقصير من جانب الكابتن محمد هاني، لان الاصابات العضليه سواء بالشد او التمزق هي ارزل اصابات لانها خادعه وغداره. وطاهر محمد طاهر، انتوا عارفين طاهر كان خرج من معسكر المنتخب الاولمبي، كان عنده اصابه خفيفه لكن الحمد لله بالعلاج مع الجهاز الطبي في النادي الاهلي ثبتت شفاءه ويرجع لمعسكر المنتخب الاولمبي بحاجه جيده. محمود متولي ايضا بيأدي تدريباته التاهيليه، ان شاء الله يرجع سريعا، وبكده يكون ده كل ما في مستشفى الاهلي. ربنا يسهل. اخبار يعني باذن الله تكون مطمئنه وطيبه. اللي جاي مهم جدا جدا، وسيتعرض النادي الاهلي لاصعب فتره في تاريخه في كره القدم من حيث تلاحم المباريات وتغير الأهداف.